مشجع لنادي الحكمة وهيكل كمدرب للياقة البدنية لنادي التضامن الزوق. وهلأ بالوقت اللي رح يلعب نادي الحكمة ونادي التضامن، عاد الياس وهيكل شهيدين من اسطنبول بعد ما غدر فيهم الإرهاب. الياس وهيكل أحلى صورة من لبنان وعن لبنان. حبهم للحياة ما كان له حدود، رياضة، فرح، تحدي ومنافسة، والأحسن من هيدا كله روح رياضية. الياس وهيكل أجمل أمثولة للشباب اللبناني إنه التحدي ما له حدود ومواجهة الإرهاب كمان ما له حدود. الياس وهيكل اليوم معنا بالمباراة. الياس رح يتحمس على المدرجات وهيكل رح يبقى يشرف على لاعبي فريقه. الياس وهيكل رح تضلوا بقلوبنا وبكل زاوية من أي ملعب طالما في نبض بقلوبنا. الياس وهيكل انتو ما بتغيبوا، انتو رح تبقوا بيناتنا ودايماً.